ايه الاخبار يا شباب؟ زي الفل. لا تمام زي الفل. الامتحان كان عامل ايه؟ تمام المادتين كويس، مفيش حاجه صعبه يعني. انتاجيه يعني البدايه مبشره بالخير وكويسه يعني. البدايه كويسه جدا جدا يعني. بالتوفيق ان شاء الله. ايه الاخبار؟ ايه الوطنيه ولا التربيه الدينيه؟ الوطنيه. ايه الاخبار يا شباب؟ كان انتوا علمي ولا ادبي؟ لا علمي. علمي. ادبي. بالتوفيق ان شاء الله. اليوم السابع احنا ما زلنا متابعينا متابعي اليوم السابع موجودين في نطاق مدرسه الايمان الابتدائيه في مدينه بني سويف، وبنعرف اراء الطلاب. ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله. الامتحان كان كويس؟ كويس الحمد لله. هو 25 سؤال. 25 سؤال. خلصت قبل نهايه الوقت ولا ايه؟ احنا خلصنا قبل نهايه الوقت. قبل نهايه الوقت. قبل نهايه الوقت.